غيرها. أكثر تفاصيل مع هاجر سليف. يقال إذا أردت معرفة مستقبل مجتمع ما فانظر إلى مناهجه التربوية. المدرسة الجزائرية تسعى دوماً إلى تحسين جودة التعليم، وهذا لا يتأتى إلا بتحسين المناهج التي سيعرفها قطاع التربية في السنوات القليلة القادمة. لكن ليس من المعقول أننا ندخل تعديلات جوهرية على المناهج التعليمية في منتصف السنة الدراسية، هذا ما سيؤدي حتما إلى يعني زعزعة استقرار العملية البيداغوجية سواء عند المعلمين أو عند المتعلمين. فلهذا المناهج التعليمية عند تصميمها تصمم إلى أجل وإلى مدى متوسط أو بعيد. استقرار المنهاج مطلوب، لا، وفي نفس الوقت أيضا إذا طرأت تغيرات كبيرة على مستوى المجتمع فالمناهج التعليمية تواكب وتسير هذه التغيرات التي تعرفها المجتمعات. منهاج سليم، أولا لابد ذلك المنهاج أن يكون مستوحى من الفلسفة التي يريد المجتمع أن يطبقها. التغيير والانتقال من مناهج إلى أخرى يتطلب تدقيق عميق وطرح مجموعة من الأسئلة. يجب أن نقف عند هذه النقطة بكل هدوء بدون تسرع، لكن نريد إعادة النظر في المناهج والبرامج وهذه الإصلاحات بجعلها فعلا نثبت فيها الثابت في إطار ما يسمى بمدرسة أصيلة، ونغير فيه ما يجب تغييره في إطار التكنولوجيا. إصلاحات ناجحة هي التي تبدأ بالتدريج وتبدأ بالتحضير الجيد. المنهاج محضر، البرنامج محضر، الكتاب محضر، والأستاذ مكون، كل شيء جاهز. هنا نبدأ في مرحلة بمرحلة ننجح في الإصلاحات. يبدو أن الإصلاحات التي طرأت على المنظومة التربوية بداية من 2003 لم ترقى للمستوى المطلوب، ما حتم التعجيل بإعادة النظر في المناهج وتغييرها بأخرى تتماشى وخصوصيات الجزائر.